احنا نفسنا نطبق نظام طب الاسره في مصر كويس، ويكون تفعيل الملفات مش بس الارقام اللي بتبقى موجوده. يعني يا ريت لو كل واحد يبقى بالرقم القومي بيدخل بالنظام، يدخل النظام الصحي بيه ويتم الكشف عليه ويصرف العلاج بيه، ويتم تفعيل ده عن طريق نستخدم التكنولوجيا الجديده، يعني ندخل النت، تبقى في شبكه نت في الصيدليات وبين المراكز الطبيه الحكوميه وحتى المستشفيات الخاصه. انا بطلب طبعا الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر للاطباء علشان يكون طبعا طبيب مؤهل ان هو بيتعامل مع المريض بشكل صحيح، ولانه هو بيقيم في الاخر، فما اقدرش اقيم طبيب مش مؤهل اصلا. اهتمام بالتعليم الطبي المستمر للاطباء دي نقطه مهمه جدا والناس بتغفلها، لان هم دايما يعني بيبقى اللي يجي التفتيش او المرور او الرقابه بتبقى على وجود الطبيب او لا. طب انت شفت الطبيب ده كفء انه يعالج الناس اللي موجوده دي في المستشفيات الحكوميه بالذات ولا لا؟ دي نقطه مهمه جدا. يعني التعليم الطبي المستمر، مراعاه الرواتب الى حد ما، يعني ابتدى يبقى في تحسن مش هننكر، بس مراعاه الرواتب بالنسبه للأطباء بقول التمريض بحيث تبقى كافيه انه يعيش حياه شبه كريمه، مش هنقول كريمه قوي يعني، احنا يعني مقدرين برضو وضع الدوله، ويعني الاهتمام برضو بالنواقص الموجوده في المستشفيات وتحسين الخدمه الطبيه. تطبيق الكادر بتاع الاطباء بحيث ان الدكتور يبقى متفرغ للمستشفى، ما يبقاش عاوز يروح عياده مثلا بتاعته عشان طبعا مرتبه مش كفايه وكده، فيبقى بيدي كل وقته للمكان اللي هو بيشتغل فيه، وده يكون افضل بالنسبه للمريض. يعني احنا نتمنى ان هو طبعا يدينا حقوقنا عشان نقدر نأدي واجباتنا صح. فاحنا دلوقتي بنطالب كلنا بتطبيق الكادر، وفي نفس الوقت يكون يعني يحقق لنا احتياجات كل مكان ايه هو اللي محتاجه، ويكون فعلا كل مريض ياخد حقه. يعني مش في العلاج بس، حتى في المكان يكون مكان نظيف وكويس، التجهيزات نفسها تكون موجودة عشان يساعد الأطباء، التمريض، العمال، إن إحنا نأدي أحسن ما عندنا للمريض. الأجور وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمرضى، والفاسيلتيز، الأجهزة، الفحص للفحص والسيرفي، ان انا اكتشف العيانين قبل ما يجي لهم مرض السكر، عمليه مسح في المدارس في الجامعات عشان اكتشف المرض، لان الوقايه طبعا زي ما انتم عارفين اهم من العلاج.